برحب بدكتور نور عبد الله جادين، عميد كلية علوم الاتصال بجامعة المشرق بالخرطوم. دكتور نور، مساء الخير يا فندم. مساء النور اخو في قناة صدى البلد، سعيد بلقائكم واستماعكم. اشكرك فندم، اشكرك، سعداء بوجود حضرتك معنا. خليني ابدأ من ما قالته وزيرة الخارجية السودانية السيدة مريم الصادق المهدي بأن السودان ما زال يعول على دور أمريكي أكبر للضغط على إثيوبيا بشأن سد النهضة. نعم، نحن حقيقة في السودان، نعم، وكذلك في مصر، يعني محتاجين للجهد الدولي للضغط على إثيوبيا، لأنه هذا العالم يحتاج لقوة تقف معنا لإحقاق الحق، يعني نعم، ولإحترام المواثيق والعلاقات والقوانين الدولية التي تحكم الأنهار والبحار الدولي. نعم، ولذلك صحيح أمريكا دعوة السيدة مريم الصادق المهدي وزير خارجية السودانية مهمة، نعم، لتدخل القوى العالمية، لأن العالم وأمريكا حريصين على الأمن والسلام الدوليين. وهذا إذا ترك هذه التصريحات وهذه الإجراءات والتهورات في إثيوبيا أو في ما حولنا سيؤدي حقيقة إلى تهديد الأمن، يعني نعم. ولذلك نحن محتاجين للجهد الأمريكي باعتبار أننا قوة معتبرة ولا وزن في العالم بأن تضغط وسائل كثيرة على إثيوبيا. زي إيه يا دكتور؟ يعني الوقت أصبح الحقيقة حرج، اللي في إيد أمريكا من أوراق تستطيع في هذه الفترة القليلة أن نعول كما تقول السيدة وزيرة الخارجية السودانية سيدة مريم الصادق؟ ما هي الأوراق؟ هنالك أوراق كثيرة، هنالك ضغوط اقتصادية ممكن تدعمل، هنالك آليات دولية مثل الأمم المتحدة، مثل اليونسكو، هذه وسائل ممكن تتخذ قرارات تهدد إثيوبيا، هنالك مساندية، تستطيع أمريكا أن تصرح بأنها تقف مع الحق، يعني مع السودان ومصر إذا تعرضا لأي مشاكل أو لأي هجوم. ويعني هنالك وسائل عسكرية، وسائل سياسية، وسائل اقتصادية، هنالك وسائل أممية، قرارات دولية يمكن أن تضع إثيوبيا في حرج، ويمكن أن تخاف منها إثيوبيا وتعدل في هذا التعنت وهذا يعني الإصرار على السير المنفردة في هذا المشروع، يعني دون مراعاة ظروف الدول المشاركة، يعني السودان ومصر وكذا. ولذلك هناك كثير من الأدوات يعني ممكن تستخدم، يعني ولكن الوقت ضيق زي ما بقول لحضرتك. نعم صحيح، الوقت ضيق، لكن يستطيع بين يوم وليلة. هنالك جهود دبلوماسية كذلك سرية تجري، يعني هنالك حوارات ولقاءات واتصالات، أمريكا تستطيع بأدواتها الدبلوماسية والأمنية وغيرها أن تغير قرار بين يوم وليلة. هذه قرارات إذا اتخذت والأمم المتحدة إذا تدخلت وكثير اليونسكو ودول جوار والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، كثير من الآليات يمكن تحريكها. صحيح مصر بذل جهد دولي كثير دبلوماسي، وكذلك السودان و